دكتور، عايزين نوعي الناس اكتر، ايه هي اعراض مثلا امراض الشريان الاورطي؟ الشريان الاورطي خطأ ممكن الناس، بعض الناس بت يعني تفتكروا ان هو الشريان، امراض الشريان التاجية اللي هي امراض القلب. لا طبعا، هو الشريان الاورطي ده هو الشريان الرئيسي المغذي للدم لكل اعضاء الجسم. مشكلة الامراض الشريان الاورطي ان ممكن المريض يبقى عنده مشكلة في الشريان الاورطي بدون اي اعراض، ومثل هذه المشاكل مثل تمدد الشريان الاورطي لا قدر الله ممكن يبقى اول عرض ليها هو انفجار الشريان الاورطي، ودي قد تؤدي الى الوفاه. في امراض تانية مثل انسداد الشريان الاورطي او انشطار في جدار الشريان الاورطي ممكن يبقى ليها بعض الاعراض، زي ان المريض ممكن يجي يشتكي ان هو عنده وجع في ظهره، او ممكن يكون عنده الام مع المشي وتقلصات وتشنجات في عضلات الساقين. الحاجات دي كلها طبعا مهمة، لأن أمراض الشريان الأورطي فيها ميزة وفيها عيب. ميزتها طبعا إن إحنا ممكن نعالج مثل هذه الأمراض بطرق حديثة بدون تدخلات جراحية، وتؤدي إلى يعني شبه شفاء تام للمريض مع المتابعة طبعا الدورية. ولا قدر الله لو المريض لم يعالج من مثل هذه الأمراض ممكن يبقى فيها مضاعفات كثيرة تنتهي لا قدر الله ممكن يبقى فيه وفاة. تمام دكتور، ايه نصايحك العامة للناس عشان يتفادوا امراض الشريان الاورطي؟ طبعا النصايح العامة هي التوعية طبعا، اولا يعني ايه شريان اورطي، يعني ايه امراض شريان اورطي، ومين المرضى المعرضين ان هم يصابوا بامراض الشريان الاورطي. طبعا في بعض الريسك فاكتورز اللي احنا بنسميها العوامل التي قد تساعد على حدوث امراض الشريان الاورطي، زي ارتفاع ضغط الدم، السكر، التدخين، كل الحاجات ديت بتسبب انسداد في جميع الشرايين ومنها الشريان الاورطي. طبعا ننصح الناس ان هم بقدر الامكان طبعا الابتعاد عن كل ما هو مضر بالصحه، والالتزام بالعوامل الصحية، الأكل المظبوط، المشي الدوري طبعا، وأهم حاجة إن أي واحد عنده المخاطر اللي ممكن تؤدي إلى أمراض الشريان الأورطي لازم يبقى فيه كشف دوري. دلوقتي إحنا ممكن يتعمل حاجة اسمها موجات صوتية على البطن والشريان الأورطي، دي أشعة تلفزيونية سهلة جدا ممكن تتعمل في 10 دقائق، والمريض بيقدر نكتشف بيها مبكرا مثل هذه الامراض. فلو واحد عنده ضغط او سكر او عنده مشاكل في الدورة الدموية او زيادة في نسبة الكوليسترول، ينصح خصوصا فوق سن 50 سنة ان هو يعمل الفحص الدوري اللي هو الموجات الصوتية ديت بصفة دورية. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، وشرفتنا النهارده. شكرا يا فندم، شكرا.